إصلاح المنظومة التعليمية. من المطالب الكبرى التي لا تزال ساكنة مدينة جلميم تطمح إليها وتسعى جاهدة من أجل رؤيتها محققة على أرض الواقع، مطالب تهم بالأساس توفير وتأهيل الموارد البشرية وحل مشكل الاكتظاظ الذي تشهده المؤسسات التعليمية. المشكل ديال التعليم في جلميم يعني هو ما كيختلفش على المدن الاخرى، يعني الا جينا نشوفوا بالنسبه مثلا غير التعليم العمومي راه لا يرقى الى مستوى المتطلع. يعني احنا في قلميم وبما انه احنا مقبلين على الانتخابات خاصنا باش هاد المنتخبين خاصهم باش يديروا في البرامج ديالهم يخصوا حيز الاصلاح التعليم. عندما نتحدث عن مشكلة التعليم على الصعيد الوطني وخاصة على الصعيد إقليم جلميم وجهة جلميم ودنون، نرى بأنه توجد عدة مشاكل، من بينها الاكتظاظ، من بينها قلة الموارد البشرية. بالنسبة نتكلموا على العالم القروي اللي كيعاني المشاكل بزاف الأمرين من خلال عدم وجود مدرسين، وبالرغم من وجود طاقات كافية لتغطية هذا المجال. معالجة الاختلالات التي تعاني منها منظومة التربية والتكوين رهينة أيضا بتحسين الوضعية المادية والمعنوية لرجال التعليم. المدرس عكس جميع المهن الأخرى يمكنه أن يزيد مدخوله مثلا يوميا أو سنويا، في حين أن المدرس يفرض عليه أن يكون مدخوله إلى سن تقاعد معلوما، لذلك يكون مجبرا على التقتير في نفقاته ويؤثر ذلك على نفسيته. معظم العائلات في مدينة جلميم بدأت تلجأ إلى التعليم الخصوصي بسبب تراجع جودة التعليم العمومي وكثرة التحديات التي أضحت تهدد الواقع التعليمي لأبناء المدرسة العمومية. من هنا صار طموح ساكنة جلميم كبيرا وأملها عظيما في أن تكون الاستحقاقات التشريعية المقبلة محطة لتفعيل مشروع إصلاح التعليم الذي هو بوابة لكل إصلاح مجتمعي منشود.